رعى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجاء المعشر الاحتفال الذي أقيم في مركز سيدة السلام بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن. المزيد في سياق التقرير التالي. تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الدكتور رجاء المعشر أقامت الإدارة العامة لمدارس البطريركية اللاتينية في الأردن احتفالية بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس ونشأة أولى مؤسساتها التربوية. وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في مركز سيدة السلام النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران ويليام الشوملي وسفير الفاتيكان في المملكة المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والبطريرك فؤاد الطوال ولفيف من الأساقفة والكهنة وشخصيات تربوية والأسرة التعليمية والإدارية في مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن. وأعرب مدير عام المدارس الأب وسام منصور عن مشاعر الشكر والحمد والابتهاج لكل ما منحه الله تعالى من نعم وبركات طيلة 150 عاما من بدء خدمة ورسالة مدارس البطريركية. تغمرنا السماء اليوم ونحن نتنسم عبق هذا المكان المقدس وبالكثير من أمطار الخير هذه بمشاعر الشكر والابتهاج، مشاعر الحمد والترنيم لكل ما أعطانا الله من نعم وبركات خلال 150 عاماً من خدمة مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، والذي تزامن مع احتفال العالم بعيد المعلم. ففي وسط عصر اتصف بالظلمة والجهل سطع نجم في رواب السلط الأبية يبشر ببداية عصر جديد، نجم تألق بتضحية وعطاء الكهنة المرسلين من البطريركية اللاتينية في القدس ليبدأوا مسيرة التأسيس التي انطلقت في عام 1869. مسيرة بدأت من لا شيء وبأبسط الوسائل، فقد كان الهدف إخراج المجتمع من ظلمة الجهل والأمية وترسيخ أخلاق وقيم البداوة العربية والإيمان المسيحي التي كانت موجودة في المجتمع آنذاك. من جهته رفع المطران ويليام الشوملي الشكر لله تعالى كون مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن بدأت مجانية منذ منتصف القرن التاسع عشر وبقيت إلى اليوم غير ربحية وتطلب من الطلاب أقساطا زهيدة لا تغطي مصاريفها، كما رفع شكره لمعلمي ومعلمات المدارس المخلصين الذين يواصلون العمل في ظروف اقتصادية صعبة. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، امتداداً للدور التربوي الذي تقوم به مدارسنا، أنشأت البطريركية اللاتينية قبل 10 سنوات جامعة عصرية في محافظة مادبة، جامعة غير ربحية تريد أن تقدم للأردنيين خاصة ولأبناء مدارسنا للأردنيين عامة ولأبناء مدارسنا خاصة أفضل تعليم مع مراعاة الظروف المادية التي يمر بها بلدنا في هذه الفترة الحرجة. وقد خرجت العام المنصرم 350 خريجاً وخريجة في 20 تخصص، وهي مفتوحة لكم وترحب لمن يرغب الانتساب إليها. أيها الإخوة والأخوات، وجه كلمة تهنئة صادقة لخريجي مدارسنا المبدعين الذين تعبوا وسهروا وكافحوا ووصلوا إلى أعلى المعدلات في الثانوية العامة. هم اليوم موضع فخرنا واعتزازنا كما هم موضع فخر ذويهم ومدارسهم.
أتمنى لكم أيها الخريجون والخريجات كل خير وتفوق، مصلياً لكم كي تبدعوا على المقاعد الجامعية وتسهموا في بناء مجتمعكم ووطنكم بقيادة راعي المسيرة التربوية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. وألقى الأستاذ بديع خضر كلمة باسم معلمي مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، أشار فيها إلى أن الطلاب قد حققوا أعلى النسب في الالتحاق بالجامعات والمعاهد، ونجحوا في شق دروب حياتهم، وكونوا أسراً مستقرة، وحققوا قصص نجاح في حياتهم المهنية، وأضاف: حفظنا الكريم، عند التحاقي بالبطريركية عام 1976 كمدرس للكيمياء لم أتخيل ولو للحظة أنني سأستمر لزمن يصبح مألوفاً لدي سماع طالب يقول: أستاذ أنت درست أبي أو أمي. وحقيقة فإن هذه الاستمرارية ترجع لأجواء عمل تشعرك أنك ضمن عائلة في البطريركية التي بلا شك من آخر المؤسسات التربوية ذات الرسالة وغير الربحية، هدفها الطالب والمعلم فيها شريك وليس موظفا بالمعنى التقليدي. فعلمنا وتعلمنا من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وأيضا من طلابنا في بيئة نموذجية بجهد متطلع للانفتاح على العلم والفكر والحر والفكر الحر والإيمان. وفي لقاء خص به فضائية نورسات، أعرب راعي الحفل الدكتور رجاء المعشر عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها مدارس البطريركية على مدى 150 عاماً، وقال: أنا فخور جداً أني أكون اليوم وأشارك في هذا الاحتفال القيم، خاصة أنه جاء في يوم المعلم، المعلم اللي كلنا من نحترم ونجل ونقدر، المعلم المربي. واستمعنا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في 150 سنة الماضية، وتزايد أعداد الطلبة ونوعية التعليم والمستوى الرفيع والعالي لخريجين هذه المدارس البطريركية اللاتينية، كلهم على أعلى مستوى ويساهم مساهمة فعالة في بناء الأردن الحديث. فالله يعطيهم الألف عافية، وإن شاء الله تمنى لهم جميعا دوام التوفيق والنجاح والتوسع في مدارسهم في جميع أماكن المملكة المختلفة، في وتحقيق ما يصبو إليه جلالة الملك من رفع سوية المواطن الأردني تعليماً ومعيشةً وثقافةً. وخلال الاحتفال تم تقديم مقطوعات فنية وغنائية قدمها طلبة مدرستي ماركا وجبيها، تغنت للأردن ولرسالة مدارس البطريركية في المملكة. ختام كرم راعي الحفل الدكتور المعشر المعلمين والمعلمات الذين خدموا في المدارس ما يزيد عن 30 عاما، كما كرم الطلبة الأوائل في الثانوية العامة.